الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول مولانا عز وجل في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، قضية البيان كما جاءت في القرآن الكريم، نحاول في هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه أن نثير قضية إيمانية، وهذه القضية تبدو في ظاهرها كأنها قضية بسيطة، ولكنها قضية محورية في حياة المؤمنين وفي حياة العالمين. هناك علاقة في الحضارة بين الغالب والمغلوب، بين الغالب والمغلوب. الحضارة الإنسانية عرفت عبر تاريخها مجموعة غالبة ومجموعة مغلوبة، وهكذا يتداول الناس على الحضارات. غلبت في يوم ما الحضارة الصينية، تبعتها بعد ذلك الحضارة اليونانية، تبعتها الحضارة الرومانية، وجاءت الحضارة الإسلامية، وجاءت الحضارة العالمية الغربية العولمة، وكل يتداول على الحياة وخاصة على مركز القيادة. كيف يتجلى مركز القيادة؟ نعم، إنه يتجلى عن طريق البيان. عندما تصدرت الحضارة الإسلامية الحضارات العالمية، فكانت اللغة العربية في الصدارة مع بقية الإنتاج العقلي والإنتاج الأدبي والإنتاج الصناعي المادي. ونحن نعلم أن ملك فرنسا الشهير معروف بشارلماني، عندما أهديت له من الحضارة العربية الإسلامية ساعة بسيطة، وصلت إلى قصره واستمع إلى دقاتها، فتصور أنها من جهة السحر ومن جهة الجن، وعجب من ذلك وأبعدها عنه في البداية. اللغة المتكلم بها والتي يشتاق العلماء في كل مكان أن يتعلموها هي لغة القرآن، هي البيان القائم على اللغة العربية. أيها الإخوة المؤمنون، اليوم الحضارة الغالبة تتكلم باللغة الإنجليزية، أمريكية أو بريطانية، فغزتنا هذه اللغة، وأرى أن كل ما هو مكتوب أمامي على هذه الآلات مكتوب بحروف هذه اللغة. آن الأوان أيها الإخوة المؤمنون، لأهل اللغة عندنا ولأهل الفكر ولأهل الفلسفة أن ترجع لهم ثقتهم في لغتهم، لأنها اللغة هي أرقى اللغات على الإطلاق، ونحن لا نقول ذلك ادعاء، وإن تكاسل أهلها وتأخروا. لماذا نقول إنها أرقى اللغات؟ لأنها لغة القرآن، ولأنها لغة أهل الجنة. إخوة الإيمان، إن من لم يؤمن بهذا المعنى أن الوحي جعل هذه اللغة أرقى اللغات على الإطلاق، يمكن أن يكفر برب العالمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل شاءت حكمته
أن يلقى بهذه اللغة الكريمة وأن يجعلها وعاء لكلامي عز وجل. وهل هنالك أرقى من كلام الله؟ وهل هنالك أعلى وأقدس من وحي الله تبارك وتعالى؟ لا والله. أيها الإخوة المؤمنون، أعلموا أن الناس اليوم عندما يجادلون غيرهم ويناقشون هذه القضايا قد يكون لديهم مركب نقص، وجب أن يزول مركب النقص هذا، ووجب أن يكون شجاعا بأن يتكلم الإنسان بهذه اللغة في الأوساط الأدبية والعلمية وحيثما كان هو يجب أن يسعى إلى تطوير هذه اللغة حتى تكون قادرة على أن تواكب اللغات العالمية، بل حتى تكون قادرة على أن تتجاوزها. ولنقدم في حضارتنا المعاصرة على هذا بقلوب مؤمنة وبسياسات متعاونة وبنفقات بسخاء متعاونة لنرتقي بمصاف الدراسات الألسنية اللغوية إلى أعلى الدرجات ونحن قادرون على ذلك. ولا أريد أن أكثر من ضرب التمثيل بلغات أخرى هي دون العربية مستوى، ولكنها استطاعت أن تواكب اليوم الحضارات العالمية المتقدمة ماديا المنهارة في الغالب معنويا، وهذا معنى يجب أن يكون راسخا في أذهاننا. لا نغتر بالرقي المادي لنتبع الرقي المعنوي، لا، الرقي المادي في الحضارات المادية بقي ماديا وغالبا ما جاء مفلسا، إلا في بعض الاستثناءات من بعض الفلاسفة وأهل الرأي وأهل الإدراك من هؤلاء، أولئك الذين فهموا أن حضارة الإسلام في جانب قيمها وفي جانب تنظيماتها وفي جانب ما جاء في قرآنها وفي جانب ما جاء في حديث رسولها عليه الصلاة والسلام هي الأرقى، ويبقى القرآن الكريم هو المنبع لما يقود الحضارة الإنسانية إلى شاطئ الأمن والسلام والمحبة والتعاون. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، نحن نقول هذا لأنفسنا أولا ونبلغه للعالمين مسموعا ومشاهدا ومقروءا ومكتوبا. ليس ذلك أننا نستنقص من هذه الحضارات، وإنما نقول لهذه الحضارات كلها: تعالوا نضع اليد في اليد، نتآخى ونزيل معاني الفراق بيننا، لأننا نجتمع في قدر مشترك هو الإنسانية. فأنت إنسان وأنا إنسان، تعال نتعاون لنعز هذا الإنسان ونكون جميعا على قدم المساواة بين يدي الرحمن، وفي مستوى التعاون والمحبة والحرية والأخوة الإنسانية. والإسلام قالها من قبل: لا إكراه في الدين. وعندما أقام الرسول عليه السلام دستور المدينة المنورة، أول دستور في الحضارة الإسلامية، أقامه على هذه المعاني، معاني المعايشة ومعاني المواطنة، وقال لليهود: لكم دينكم ولي دين. وتعايش النصارى وتعايشت الفئات كلها في ظل واحد هو مصلحة الإنسان، وأن تعبد ربك كما تشاء وأنا أعبد ربي كما أشاء، ونلتقي على المصلحة الإنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.